معنا كمان المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة. أهلا بحضرتك يا فندم. ويعني ألف زي ما كنا بنقول 1270 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أفرج عنهم بقرار من رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى. حياة هؤلاء النزلاء هتختلف إزاي؟ يعني بعد ما خضعوا لهذا الإصلاح والتأهيل، شكل الإصلاح والتأهيل بيكون إزاي يا فندم؟ هو اهلا، كل سنه وانتم طيبين الاول، وحضرتك طيب وسعاده. هو بدايه لازم نقول ان دستور 2014 وتعديلاته نص في الماده 155 على حق السيد رئيس الجمهوريه بالعفو الرئاسي عن المسجنين او تخفيف العقوبه، يعني او العفو الشامل سواء كانت العقوبه فيها عقوبه تكميليه من عدمه. ولكن يعني هذا الحق استخدم الحقيقه استخدام نعتبره قمه الديمقراطيه وقمه الحريه في الجمهوريه الجديده. لان يعني قرارات العفو دي ان دلت على شيء فانما تدل على ان الدوله المصريه تطبق اعلى معايير مبادئ حقوق الانسان طبقا للمبادئ الصادره حقوق الإنسان الصادرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ولكن هؤلاء المفرج عنهم طبعا لهم أسر ولهم عائلات ولهم وظائف سوف يعودوا إليها، لأن منهم المفرج عنهم من 1972 دول منهم 19 واحد من العاملين بشركات التأمين هيرجعوا لوظائفهم. الجمهورية الجديدة تستدعي ذلك في هذه الأونة حتى تكون منبرا لحقوق الإنسان على مستوى العالم، لأن هناك بعض الدول حتى في أوروبا لا تطبق المعايير التي تطبقها جمهورية مصر العربية. إنما في حالة انخراطهم داخل المجتمع هم فعلا كانوا داخل مراكز تأهيل، وبالفعل يعني منهم اللي هو ما كانش متعلم اي مهنه اتعلم جوه مراكز التأهيل، وهينخرط مع المجتمع وهيتفاعل مع المجتمع وهيبقى مواطن صالح. ولكننا نعود ونقول ان المسجونين في احكام سواء كانت نهائيه او غير نهائيه في جرائم قتل وفي جرائم مخدرات دول ما بيدخلوش في العفو الرئاسي، لان دول ارتكبوا جرائم في حق المجتمع. طبعا احنا بنتكلم هنا على سجناء الراي اللي الرئيس افرج عنهم في القرار الاخير. وسجناء الراي دول واحد بيقول رايه، ده هنا اذا معايير حقوق الانسان هنا في مصر اعلى من معايير حقوق الانسان في كثير من بلدان العالم. هناك بالتأكيد جرائم يعني هم متهمون فيها، يعني لا نستطيع أن نقول أنهم سجناء رأي يعني بالمعنى المتعارف عليه، لكن نشكر حضرتك شكرا جزيلا المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، شكرا لك.